إذا يكون أصحاب يعملين إيه؟ بقناتي روزال زينتي جميلة. أدواتي مع بيكي إكس دي. وبعلو قناتي وبعلو زر الأحمر وبعلو الجرس عشان يشوفوا كل دي. يلا بينا. عشان دول يبقوا فضاد وكمان فلوس وكمان دجاجة لكن الاسطوري عشان انا بكون متحمسة. ماشي يلا نجمع الاناناس وجمع البرتقال وكمان بطيخ. ماشي يلا. واو بيت صاروخ. واو بيت صاروخ وكمان هلو كيتي. بيت هلو كيتي. واو انا بحب الحاجات دي اوي. بحب البيت الضخم وكمان بحب بيت الشجرة وكمان بيت امل بيت هادي وكمان بيت كتير كتير واي حد يكون بيحبها. ماشي يلا. ماشي بس المفروض ده هنجمع بقى الاشتيك ونجمع بقى ال تستيك. يلا بقى نجمع بقى البطون هيبقى 50-50. ايوه 50. ونجمع البطيخ. نجمع البطيخ يا اصحابي. نجمع انا بحب الحاجات بيكي اكسي ويجي اصحابي بحب بيكي اكسي يا اصحابي. وعجبتهم فيديو وزر الشيك وقناتي ودعوا حط لايكي ودعوا ضوء احمر وفعلوا الجرس عشان يشوفوا فيديو. يلا نجمع البطيخ. هيبقى البطيخ ده هيبقى 20. يلا هيبقى 20. يلا يلا يا اصحابي يلا بينا. نجمع 20. يلا نشتري بيت الهادي. يلا واو واو فلوس. بحب الحاجات دي قوي. واو جوهرات 11. واو انا وفي بيت. انا ارجع البيت القديم. شفتنا نرجع البيت القديم. انا مش عايزه البيت القديم. هو البيت القديم. يلا نجيبه. هو ده هو ده حاجات فلوس. انا كنت عندي ده على تليفون ماما. ايوه نشتري بيت صاروخ. نشتري بيت صاروخ. ايه ده ايه ده. هو لازم هجيب فلوس كتير عشان افتحها. لا ايه ده يا اصحابي. ده هو عامل ازاي يا اصحابي. استنوا كده اهو. البابا ده هيحامل البيكي اكس دي. ماشي يلا. انا مش هشتري بيت صاروخ عشان هو ده هيجيب فلوس. ماشي يلا. ماشي يا اصحابي. طيب انا عايز البيت الهادي. احنا عايزينه. انا عايز البيت كبير. انا عندنا بيت كبير. انا كده عندي بيت. انا بيت صغير. انا عندي بيت كبير. انا المفروض ما عندي بيت كبير. هو ده هو البيت صغير. هو بتاعها والله انت بتاعها.
دي مكتوبة ايه صورتها؟ ايوه هي البنت دي، هي ده البنت الصورتها ده بتاعها. ماشي نشوف، ناخد الباب نشوفها، نشوف كده. انا ما عنديش فلوس كتير، انا عندي فلوس كتير بس انا عندي جوهرة، انا عندي جوهرات حبة صغيرين يا اصحابي. 11 بس، 11 يا اصحابي. ايوه 11. واو ايه ده؟ ايه ده يا اصحابي ده؟ نشوف كده. واو سكيتوز، ايه ده؟ يلا نكب ده، يلا 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 خمسة هذا خمسة، يلا خمسة هذا. يلا نشوف كده المطبخ، يلا يلا بينا. لو انت مج... يعني لو انت ما تجيبش مؤخرا طيب انا اجيب مساحه تانية. يلا جبت النجاحه، ايه ده؟ واو، وكمان ده البس الحلو كتير. واو وكمان الحمام، وفين المطبخ؟ هو حط دوت وقت المطبخ فين؟ وقت الحاجة فين المطبخ؟ فين المطبخ؟ أكيد باين في فوق، أكيد أكيد باين المطبخ في فوق. هو أنت بتعملي إيه؟ أنت راكبة المطبخ، أنا راكبة المطبخ التاني. يعني أنت هتقومي ولا لأ؟ واو يلا أنا عامل أصدقاء، يلا نطلع فوق. يلا انا هنا في الفوق يا حبايبي. ايه ده؟ استنى استنى، واو ايه ده؟ انا بحب الحاجات دي قوي يا اصحابي، بحب الصاروخ وكمان بحب حلو كيتي، بحب حلو كيتي. ايوه ايه ده؟ واو ده بيصور كده. يا اصحابي عامل ازاي؟ انا بحب الحاجات دي قوي يا اصحابي. وكلب ده عايز ياكل، استنى يا كلب استنى. واو فيشار 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 فيشار، الله فيشار طعمها لذيذ. لا لا انا كنت خايفه انه يكون في الميه، في الميه مش عايزه هو في الميه. لا 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 عايزه هو في الميه عادي. يلا وات ايه ده؟ ايه ده؟ هو ده بيطلع فوق ليه؟ طيب انا هطلع. يلا يلا هو ايه ده؟ انا هقع ولا لا؟ انا مش هقع مش هقع انا مش هقع انا مش هقع والله والله العظيم انا مش هقع انا مش عايزين مش هقع. واو والله العظيم لحد وقعتش وقعتش انا وقعتش والله العظيم وقعتش. يلا واشوفكم في دبي. باي. بابا انا عايز بيتي يبقى بيتي يا بابا.